السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة بكمل معكم مشوار الرد على أسئلة المتابعين اللي جت هنا في قناة اليوتيوب تحت الفيديوهات. قبل ما أبتدي أرد أحب أقول أطلب طلب صغير، وهو رجاء إن أي واحد يحب يحط سؤال يحطه تحت الفيديو المناسب عشان يبقى الموضوع مفيد. مش معقولة واحد مثلا فتح فيديو عشان اسلوب الحياة الصحي وبعدين يلاقي اسئلة عن الايدز، هو مش مهتم الراجل، وكومنتات عن كده. فارجو ان كل واحد يحط سؤال، يختار الاول الفيديو المناسب للسؤال بتاعه ويحط السؤال تحتي. الاسئلة اللي عندنا النهاردة بداية من سلام، نكبر شوية الخط. محتاج أكبر الخط، ماشي كده بقى إيه الخط مناسب بالنسبة لي. سلام، أنا كنت حامل ولم أعرف إني مصابة، وعندما ولدت سلام، ولما ولدت بالقيصرية اكتشفت الإصابة. الإصابة بإيه ده؟ الإصابة بإيه بالظبط؟ بيتكلم عن الفيديو ده، كان بيتكلم عن إيه؟ عن تحاليل الإيدز. يبقى إذن هي أصيبت بالإيدز، بعد الشر عننا وعنكم جميعا يعني وعن كل السامعين. الست جالها إصابة بفيروس الإيدز، فبتسأل سؤالها بيقول إيه؟ وبعدين أخذوا الجنين وعطوه دواء تحصيني بعد 15 يوم، عملنا تحليل الدم ونتيجة سلبية. هل النتيجة طبعا تبشر بالخير؟ أكيد يعني تبشر بالخير، الطفل عملوا له التحليل وطلع سلبي. وهو بصفة عامة يعني لأن أساسا بعد الولادة بتبقى كمية الفيروس في جسم الطفل بتبقى قليلة أوي، فممكن بعد اما بيدوا حاجات ادويه معينه بتساعد الطفل ان هو ما يتطورش الفيروس الى المرض، وبكده ربنا بيكرمه يعني وبينجيه ان شاء الله. السؤال الثاني من واحد اسمه مرتجي، متى نفرح بطرح العلاج لالتهاب الكبد الفيروسي؟ ان شاء الله نفرح ان شاء الله، بس ان الله مع الصابرين، ولو كان سعره بسعر الذهب. طبعا المريض ده بيبقى ظروفه يعني، انسان بياخد علاجات كل يوم وكل يوم فبيبقى مستعجل على العلاج. ان شاء الله عم قريب، ان شاء الله عم قريب. ماذا يحدث ده؟ مين ده؟ كيمو. ماذا يحدث بعد ربط الأوردة التلفة اللي هي الدوالي؟ أين يذهب الدم الراجع من الرخصيتين؟ يروح فين؟ احنا ربطنا الدوالي، طب يروح فين؟ ما هو في حاجة سبحان الله في الجسم، انت لما بيبقى في وريد يتسد لأي سبب من الأسباب بيتفتح غيره، بيتفتح واحد جديد، وطبعا الجديد اللي بيتفتح بيبقى حالته جيدة وصحته جيدة وسليم وطازة، غير اللي اتقفل اللي هو كان بايظ وعطلان وتالف مسبب الدوالي. فما تقلقش من الناحية دي، ان شاء الله بيطلع اوردة تانية، وده لو افترضنا ان كل الاوردة اتسدت يعني. بعد اخونا ده مين؟ كايا. هل تحليل الاليزا الجيل الثالث قطعي بعد سنتين؟ اللي هو الاليزا، تحليل طبعا تحليل الإلايزا اللي هو بيكتشف الانتي بودي المضاد ده قطعي بعد 90 يوم فيما فوق، اي يوم بعد 90 يوم يبقى هو قطعي ان شاء الله. ما الحل في هالمشكله؟
ده بيتكلم على مرض كوفيد، بيتكلم على مرض كوفيد والوباء اللي موجود حاليا. بيقول ايه الحل، ايه الحل في هذه المشكلة، وشكل الموضوع هيطول اوي ان شاء الله. يعني في اخبار مبشرة ومبشرة جدا، وربنا ييسر بس تجيني المعلومات القوية العلمية السليمة واعمل فيديو عنه. وهو ان في مناعة، الجسم بيطور مناعة، وهذه المناعة في دلائل قوية بانها مناعة مستديمة، يعني تقعد لعدة سنوات. معنى الجسم يكون مناعة لعدة سنوات معناها انه لما ياخد اللقاح، لما ياخد التطعيم اللي هو بإذن الله خلال شهرين ثلاثة يبقى سمعنا عنه وبدأ يبقى قريب انه يطرح في السوق، بعد كتير وشهرين ثلاثة او على اول السنة الجديدة بإذن الله، معناه ان اللي ياخد تطعيم خلاص هيبقى عنده مناعة. وبرضو اللي بيعيا وبيصاب المرض ويخف بيبقى عنده مناعة، وبتنتهي المشكلة، بتنتشر المناعة وبيصبح الموضوع مش في غاية الخطورة زي الوضع الحالي. فده شيء خبر كويس جدا وبشرة كويسة، كويس ان اخونا اللي سأل ده فكرني اقول لكم عليها. بإذن الله لما تجيني معلومات مؤكدة وتقع تحت ايد الابحاث اللي قالت هذا الكلام بصورة قطعية بعمل لكم فيديو عنه، عشان بس ما يبقاش كلامنا، يبقى كلامنا مسنود على علم مؤكد. واحد بيسأل وجود كتلة خلف، وجود كتلة خلف الايه الصديد، خلف الخصيه، ولا يوجد الم. الحاله دي يعمل فيها ايه؟ واحد عنده كتله خلف الخصيه ومفيش الم، ما يعملش حاجه طالما مفيش اعراض اخرى، مفيش الم، مفيش اي حاجه غير هذه الكتله فقط لا غير. كل اللي مطلوب منه ان هو يتابعها، يلاحظها من وقت لاخر، يعني كل يفتكر كده يشوف الوضع ايه كل اسبوعين ثلاثه، اذا لقاها بتزيد في الحج او بيتطور الامر الى امراض ساعتها لازم يعمل فحص او يعمل موجات صوتيه اللي هي الدوبلر او الموجات الصوتيه العاديه عشان يشوف الايه الكتله دي ايه. بالنسبه للقيله المنويه، ما سالش ده، بمجرد يقول القيله مش عارف، ما فيهوش سؤال. واحد هنا بيسأل دوت تحت فيديو التينيا بيديس اللي هو الفطر اللي بيصيب الأقدام ما بين الصوابع، خصوصا ما بين صوابع القدم الصغيرة وأحيانا في بطن القدم من تحت، ودي طبعا مشكلة عويصة جدا، وعلاجها مش سهل، مش لأن ما فيش أدوية، وإنما الأسباب أخرى كتيرة. الإنسان يخف يعني تجيله الإصابة ممكن يعالجها ويتحسن، يعاني منها أسبوع اتنين ويتحسن، لكن بعد أسبوع وبعد كده شهرين ثلاثة ترجع تاني، يلبس جزمة وشرابات وي 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 ترجع تاني. مشكلة عند بعض الناس مستمرة لعدة سنوات. اللي عنده هذه المشكلة يا أخوانا يتواصل معايا، إن شاء الله أنا عندي ليها الحل، يعني والحل ببلاش، يعني في علاج اللي هو العلاج البسيط اللي انت بتاخده، وحاجات تانية تحت ايدينا تعملها هتجيب نتيجة كويسة. جربتها انا مع بعض المرضى وجابت نتيجة كويسة، منهم ناس يعني كانوا بيعانوا منها كل شهرين تجي لهم الاصابة تقعد معاهم اسبوعين ثلاثة. دلوقتي في بعضهم بقاله يجي 6 7 اشهر ما جاتلوش الاصابة خالص، لانه ماشي على النظام اللي انا قلت له عليه. فاللي عنده طبعا انا هعمل فيديو عن الموضوع ده، بس لما يتجمع عندي عدد كبير من الناس اللي جربوها وتحسنوا، يكون عندي عدد كبير ويكون مر فتره، يعني لان اطول فتره ما رجعتش عند بعض الناس 6 اشهر، لكن نشوف، عايزين نستنى يعني نطمن انها مش هترجع مثلا لمده سنه ولا حاجه، وبعدين ابقى اعمل عنها فيديو. ابني ده بمناسبه السؤال ده، ابني رجله ورمة من 4 سنين، 4 سنين رجله ورمة، بيجي وقت وتلتهب وتحمر. لا ديت بتسأل، هي تحت فيديو التينيا، بس سؤالها مش تينيا بصراحة، ده دوت بتقول بتلتهب ويحمر، ممكن يكون نقرس،
وممكن برضو يكون نوع من انواع التينيا اللي بتيجي بالتهابات وفقائع كده فيزيكلز مليانه ميه، اسمها فيزيكولار تينيا. لان احنا عندنا التينيا كذا نوع، في انتر ديجيتال تينيا اللي بيجي من الصوابع، وفي التينيا اللي بتيجي بلانتر اللي هي بتيجي تحت القدم اللي هي في بطن القدم، وفي الفيزيكولار اللي بيبقى فيها التهابات وفقاقيع. يعني في ثلاث انواع من التينيا اللي بتيجي وبتصيب القدم. شكرا يا دكتور. هل اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده فشل كلوي يتبول يعني البول بينزل ولا بيتقطع خالص؟ اللي عنده فشل كلوي بيبقى مشكلته انه مش عارف يتخلص من الويست برودكتس بتاعت الجسم، يعني الزباله بتاعت الجسم والسميات فضلات التمثيل الغذائي، مش عارف يتخلص منها لمشكله في الكلى. ممكن الناس ديت يا اما ممكن البول بتاعهم يبقى قليل جدا عن الكميه المفروض انها تنزل يوميا، وهي حدود لتر ونص من البول يوميا او اكتر من لتر، ده عشان الواحد يبقى في الامان. او ممكن بتوصل حالات ان البول يتقطع تماما. العلاج بيتكلم عن البروستاتا، الفيديو عن البروستاتا، واخونا بيطلب العلاج بيقول العلاج ايه. هو لو تذكروا الفيديو دوت والفيديوهات التانية، انا قلت ان هعمله على عدة فيديوهات عشان يبقى مركز شوية في حاجة 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 حاجة. فان شاء الله العلاج هيكون معمول فيديو مخصوص للعلاج، وباذن الله ننشره بعد ما نعمله يمكن خلال الايام الجاية باذن الله تعالى. يبدو كده النت زعل معانا ولا حاجة، فنكتفي فنكتفي باللي احنا قلناه لحد كده، ونكمل ان شاء الله مرة جاية، لان في مشكلة عندي هنا. ده اتفتحت، واحد بيقول شكرا ليك يا دكتور، يا سيدي اهلا بيك وسهلا. وبعدين واحد تاني، ده مين ده؟ نذكر اسم الناس اللي بتشكر. اسمه احمد الاحمد. وهنا واحد بيسال هل يمكن تكبير الخصيتين؟ الخصيتين بالصاد يا حبيب، اللغه العربيه باظت عندنا، السيلفون والحاجات دي اللي هو حتى الواحد لما بيكتب بيتلاقي المصحح الالكتروني جنبه بيصحح له، فما بيشغلش باله، ما بيكتب اي كلمه والمصحح يصحح له. بس هنا في اليوتيوب ما فيش مصحح، فاللغه العربيه يعني ضاعت خالص. ده تقريبا يعني 80% من اللي بيسالوا بيكتبوا غلط، وبعدين ممكن يكون زله قلم، يعني هو يقصد الصاد وكتب بدلها الت. بس ده برضو دليل حاجه تانية، يعني الواحد انت بتسال سؤال وانت مستعجل، بعد ما بتسأل السؤال بتاعك بيبان قصادك السؤال، باين مش كده ولا ما بيبانش؟ بيبان السؤال. تقدر تعمل له ايديت يا اخي، اعمل له ايديت وصحح اللغة بتاعتك يعني، ولا المهم دي مش مشكلة حيوية يعني، نعمل لك لايك عشان ما تزعلش. فبيقول دول صغيرين، مش عارف هو عارف ازاي ان هم صغيرين ولا هم كانوا كبار وصغروا. فأنا من الجزائر، اهلا بيك يا سيدي، اهلا وسهلا بيكم بالجزائر. الخصيتين صغيرين ولا كبار مش يعني مش هي دي القضيه. القضيه هل عندك مشكله في تحليل المني ولا لا؟ في اي مشكله؟ في وجع؟ في التهابات؟ في يعني تحليل مني؟ خايف من ضمور مثلا الخصيه، فلازم تحليل مني تعمله عشان نعرف ايه المشكله. وتعمل برضه لو طلع في المني تحليل مني مشكله، يبقى بتعمل تحليل البروستيت، التستوستيرون، هرمون التستوستيرون. اخونا ده بيسال عن، الله يعطيك الصحه والعافيه، انا عندي حرقان حوالين فتحه الشرج، وشاكك في انه يكون عنده سيلان، يا ترى ده سيلان؟ بعض الناس قالوا له سيلان، فممكن يكون سيلان. لو عندك تاريخ عدوى احتمال ان انت تكون اتعديت، فممكن يكون سيلان. وبعدين عايزين يعني لو كان اخونا كتب وصف، يعني هل في التهابات بتشوفها بعينيك ولا هو مجرد حرقان؟
هو قال الحرقان حوالين فتحة الشرج، وممكن يكون حاجة يعني جلدي، التهابات عادية في الجلد ماشي، لكن لو في عدوى، احتمال عدوى خلال اسبوعين اللي فاتوا، يبقى ممكن يكون سالة وممكن العلاج يتاخد. وبيسأل العلاج لو خدته حتى لو ما كانش سالان في حاجة غلط، يعني طبعا غلط، يعني ده انت بتاخد مضاد حيوي، فما فيش مضاد حيوي الا بيعمل ليه أذية جانبية جنب المنفعة، بس احنا بناخده عشان المنفعة ومش مهم الأذية، لكن طبعا الضرر مش شديد، او يعني مش مهم أوي. اخونا ده بيسأل، عنده ما يشبه الحصبة تحت جلد الخصيتين، حاجة كده زي الايه، حبة تحت جلد الخصيتين، وبيقول بتظهر وتختفي على فترات، يا ترى دي مشكلة؟ ردي بقول له ان الحصب الحباية ديت بتلاحظها، لو ما بتكبرش هي اولا بتروح تختفي، طيب لو استمرت وبتكبر في حجمها في معاها ألم، دي وقتها اللي تروح تدور على حل المشكلة، لكن طالما حباية صغيرة وبتروح وتيجي ممكن يكون سبب مش مهم وما يتشغلش بالك بيه، بس لازم تلاحظ، لازم تلاحظها من وقت لآخر. طيب دوت، ثانك يو، ثانك يو يا سيدي. دكتور، الكومبو بعد 5 شهور قطعي، ماشي، الكومبو بعد 5 شهور، بعد 4 شهور، بعد 3 شهور، بعد سنة قاطع، لأن هو بيفحص الأنتيجين والأنتيبودي، حتى لو الأنتيجين كان قل شوية بحيث التحليل ما بيطلعوش، فالأنتيبودي وقتها بيكون زايد جدا جدا، فإذا هو قاطعي طالما بتعمله بعد 4 أسابيع، أي يوم بعد 4 أسابيع يعتبر قاطعي. ده نفس السؤال، ماشي. السلام عليكم، واحد كريم، ده كريم يسري. أنا أعاني من قطع جيلاتينية تخرج مع السائل المنوي ولا يوجد ألم في الخصر. قطع جيلاتينية وما عندكش ألم، ده بتعمل تحليل سائل منوي، يمكن بس عندك لزوجة عالية شوية في السائل المنوي، ماشي، ما فيش مشكلة طالما بتطلع يعني ضمن السائل المنوي، يعني هو يقصد إن السائل المنوي حسب ما فاهم بيطلع فيه كلاكيع كده ماسكة نفسها شوية، ممكن يكون لزوجة، بس اعمل تحليل سائل منوي عشان تشوف، تطمن الأول على السائل المنوي بتاعك. ده عايز ايه؟ تليفون. نعمل لك لايك عشان ما تسألش على التليفون. على كل حال بالنسبة للتليفون، يمكن كتير منكم عارف دلوقتي ان انا عندي الشات الخاص بيا على الموقع بتاع اللي هو قرافيلي.com، اللي يحب يتواصل معايا على الشات اهلا بيه وسهلا. ده بيسأل عن ايه، وما مدة، ده بيتكلم عن بي سي ار بعد 6 اشهر من احتمال الاصابة، هو عايزني اعمل فيديو. حاضر يا سيدي، بس هو ان شاء الله البي سي ار قطعيته قطعي من بعد 2 اسبوع بالكتير، لكن حتى من بعد 10 ايام يعتبر ممتاز جدا، لان هو بيظهر من يجي 2 او 6 ايام، ماشي، ده البي سي ار. وبالمناسبة البي سي ار، بمناسبة ان انا قلت لكم هنا ان هو بيظهر في بالنسبة للايدز بعد حوالي 5 6 ايام، فهو برضو في الكوفيد وباء كوفيد برضو بيتعمل له البي سي ار، حاجة اسمها ار تي، ريال تايم بي سي ار او ريفرس ترانسكريبشن بي سي ار، وده بيخلي الواحد، ممكن واحد تكون عنده الإصابة ويجي مثلا يكون اتصاب من يوم او 2 ويعمل التحليل يطلع سلبي، ماشي، اذا طلع التحليل سلبي برضو تنك محذر لمدة كام يوم بعدها. الموضوع ده في مهم جدا في الناس اللي بتبقى مسافرة، اللي بيسافروا دلوقتي بيطلبوا منهم ال ار تي بي سي ار، صح، فبيعمل التحليل ممكن يكون سلبي، لكن ممكن يكون اتعرض للعدوى قبليها بيوم او بيومين، فلما يوصل البلد بتاعته او الدولة اللي رايح عند اهله حاطط في مخه بقى ان هو سليم 100%، لا يحتاط، ما يروحش كده ويروح واخد ابوه بالحضن وامه بالحضن، لا يخلي باله برضه شوية، حوالي 2 اسبوع يطمن ان خلال هذه الفترة ما كانتش جات له الاصابة، الاحتياط واجب برضه.
كده عشان اعرف الفيديو. الانترنت صعب شوية وتحميل الفيديوهات بصعب احيانا، فكفاية كده عشان ما اطولش ويبقى ايه يتحمل الفيديو بسهولة على الانترنت. وبذكركم مرة تانية ان اللي عندي اللي عايز يعمل تشات رجاء ما يتواصلش لا على الواتساب ولا اي ولا الماسنجر، ها، انما يتواصل على التشات بتاعي على القناه على الموقع بتاعي اللي هو arafili.com. التشات المقارنه ما بين الشات الخاص والماسنجر او الواتساب او اي طريقه تمثل بالظبط المقارنه ما بين انك انت تكشف في بيتك او تكشف في العياده. يعني اكيد العياده بتبقى فيها امكانيات اكتر، نفس الحكايه اللي تشات على الموقع بتبقى فيه امكانيات اكتر. واي واحد عايز يعمل تشات يكون عنده ايميل صحيح، لان ده شرط من شروط التواصل. ما بيجيليش اختار السيستم، ما بيبعتليش اختار ان في حد على التشات الا لما الواحد بيدخل ايميل، لان لما بيدخل ايميل ولازم الايميل يكون صحيح، لان لو ايميل غلط او اي ايميل كده او انت وخلاص السيستم برضه ما بيسجلهوش. ماشي يا اخوانا، ونشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.